مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله في حلقة جديدة من اقتصاد الناس. نأخذكم في جولة مع أبرز المستجدات والأحداث الاقتصادية في الساحة الوطنية. البداية بالعناوين. الحكومة تعترف بحرمان المهر من مشاريع شبكات الطرق الداخلية. إحالة عدد من ملاك المخابز إلى نيابة الغيظة بتهمة استخدام الزيت المحترق. الإمارات تغرق أسواق محافظة سقطرى بسلع ومنتجات غذائية فاسدة. وقضيتنا لهذا الأسبوع مرحلة جديدة من المجاعة، الطعام بعيد المنال عن اليمنيين. حياكم الله. اعترفت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي والذي زار محافظة المهرة أن المهرة حرمت من تنفيذ مشاريع شبكات الطرق الداخلية، حيث اكتفت الحكومات المتعاقبة بدعم الخطوط الدولية. وخلال الزيارة أكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس أهمية محطات الأوزان لضبط أوزان الناقلات والحفاظ على الطرقات، وأضاف أن ضبط الأوزان يساعد على توفير إيرادات تسهم في إقامة المشاريع. هذا وتعد شبكات الطرق الداخلية ضرورة للتنمية الريفية والنمو الاقتصادي العام، وتحتاج المهرة إلى طرق داخلية عديدة للتخفيف من الحمولات الثقيلة على الطرق وتقليل تكلفة نقل البضائع ودعم الحركة التجارية. أحال مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة عددا من ملاك المخابز والأفران إلى نيابة الغيظة الابتدائية لمخالفتها القانون باستخدام الزيت المحترق في تحضير الخبز. ويعد استخدام الزيت المحترق في إعداد الخبز مخالفة قانونية، حيث تؤدي الأدخنة المنبثقة منه إلى تلويث الخبز وتسبب أمراضا عديدة. أغرقت الإمارات الأسواق المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية غير عابئة بصحة وسلامة المستهلكين والبيئة. وأكدت مصادر محلية في سقطرى أن أسواق الجزيرة مليئة بسلع غذائية فاسدة كانت الإمارات قد أدخلتها إلى سقطرى في وقت سابق تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وبعد إبقائها في مخازنها لفترة قامت بتوزيعها على الأسواق لبيعها، ليتفاجأ المواطنون بأنها فاسدة ومنتهية الصلاحية. وقالت مصادر محلية إن الإمارات تستغل الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر في سقطرى لتصريف منتجات فاسدة، بينما تقف ميليشيات الانتقال ضد أي جهود للجهات المحلية المختصة للرقابة على الأسواق التي تحتكرها الإمارات. للبدء بتطبيق نظام النافذة الواحدة للمرافق الإرادية لتحصيل الموارد، أقر اجتماع رسمي في سيئون تشكيل لجنة ميدانية على مستوى مديرية التريم لتنفيذ عملية التفتيش لجميع النشاطات والأعمال بأنواعها التجارية والصناعية والخدمية. وكان الاجتماع قد استعرض الإجراءات والآليات الكفيلة ببدء تطبيق النظام بمديرية تريم من خلال توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات وربطها بصورة أولية عبر المختص بمكتب نظام النافذة الواحدة بهدف تنمية وتحسين الموارد المالية للمديرية. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أهمية الموارد المالية للوحدات الإدارية في تمويل المشاريع المحلية للمديريات وتحسين الخدمات فيها، لافتا إلى ما تتميز به مديرية تريم من توسع ملحوظ في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. قال ريتشارد راجان الممثل لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إن الحرب في أوكرانيا كانت بمثابة الضربة القاضية لليمن الذي يعاني من نزاع طويل وما يترتب عليه من أزمات اقتصادية وتضاؤل للأموال المخصصة للاستجابة الإنسانية. وفي بيان له بمناسبة مغادرة سفينة من أوكرانيا محملة بالحبوب تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير الاستجابة الإنسانية التي ينفذها البرنامج في اليمن، أكد راجان ضرورة إعادة تدفق السلع إلى اليمن وخاصة الحبوب للأغراض الإنسانية والتجارية كأمر مهم للغاية للحفاظ على ثبات الأسعار. يشار إلى أن اليمن يعتمد بشكل خاص على الواردات المباشرة من القمح من روسيا وأوكرانيا، وهو
من المواد الأساسية في النظام الغذائي لليمن، وكان ما يقدر بنحو 46% من واردات اليمن من القمح لعام 2021 يستورد من أوكرانيا وروسيا. أبدأ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قلقهم من تدشين وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس مركز تنمية الإيرادات بالديوان العام للمحافظة بحجة تعزيز خطة تنمية الموارد. وقال الناشطون أن العمل على تنمية الإيرادات يكتنف الغموض وسط توقعات بفرض المزيد من الجبايات والرسوم، مما يضاعف من معاناة المواطنين الذين أضحوا يعانون من الجوع وتردي الخدمات المختلفة. ودعا الناشطون محافظ عدن إلى تنمية الإيرادات دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين والتركيز على الموارد المهدورة والتي تحصلها ميليشيا الانتقال بعيدا عن القنوات الرسمية، بدلا من زيادة الرسوم ومفاقمة الأزمات المعيشية. وكان محافظ عدن قد دشن مركز تنمية الإيرادات بالديوان العام للمحافظة وقال إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتم عبر توسيع مصادر الإيرادات العامة بمختلف أنواعها من خلال تنمية مصادر إيراداتها التقليدية أو إيجاد مصادر جديدة. قال تقرير اقتصادي إن سوق مشتقات الوقود يعد مربحا للغاية للأطراف المتحاربة، خصوصا ميليشيا الحوثي والشبكات التجارية التابعة لها، والتي غالبا ما تتلاعب بإمدادات الوقود عبر قنوات رسمية بهدف تحقيق عوائد أعلى في السوق السوداء. وأكد التقرير الذي نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن معدل أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين يعد من بين الأعلى في المنطقة، لا سيما أسعار الديزل، ما يدل على الأرجح أن الجبايات والضرائب التي يفرضها الحوثيون على واردات ومبيعات الوقود مربحة للغاية بالنسبة للجماعة. ووضح التقرير الاقتصادي أن جماعة الحوثي عمدت إلى تنظيم واردات الديزل المبيع في محطات الوقود الرسمية من خلال حصر توزيعه على عدد محدود من المؤسسات والشركات التابعة للحوثيين. مشاهدينا، نستعرض الآن متوسط أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية خلال هذا الأسبوع. وقبل الذهاب مشاهدينا إلى مناقشة قضية حلقتنا لهذا اليوم، نستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة ومتوسط سعر الذهب خلال هذا الأسبوع. حياكم الله. توقعات أممية بارتفاع عدد اليمنيين الذين يعانون في توفير الغذاء الكافي خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها. بينما يتصارع أمراء الحرب على نهب الموارد، يتجاهلون نذر الجوع الشديد التي تلوح في الأفق. نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. نتوقع ارتفاع أعداد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليون شخص بحلول ديسمبر المقبل. هذا ما قالته الأمم المتحدة على لسان برنامج الأغذية العالمي قبل أيام. رقم قياسي وتوقعات في غاية الخطورة تضع المواطنين أمام كارثة حتمية تحدق بهم في بلد يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته الغذائية. فغالبية الأسر تصل نسبة نفقاتها على الغذاء إلى 90% من مجموع نفقات المعيشة، ونحو 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس، وملايين المواطنين يلجؤون إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك الغذائي. وارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي في البلاد خلال الفترة القادمة ستترتب عليه عواقب سلبية على مستوى المعيشة ناتجة انفلات الأسعار واضطراب حركة التجارة. تقول الحكومة إن المخزون الغذائي يكفي لأربعة أشهر، وإنها تعمل على تأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، إلا أن وضع الأسواق المحلية لا يعكس تهدئات الحكومة،
والدليل على ذلك بقاء الأسعار على مستويات مرتفعة رغم حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية، كما أن تراجع الواردات الغذائية التجارية للشهر الرابع على التوالي بحسب تقارير دولية يؤكد عجز الحكومة عن تغطية احتياجات سوق الصرف وتغطية تكاليف الاستيراد التي أصبحت عبئاً كبيراً يواجه البلد، وهو عبء مرشح للتصاعد مع نكث السعودية والإمارات لوعودهما بتقديم وديعة مالية إثر تشكيل المجلس الرئاسي. ويضاعف العبء هيمنة ميليشيات الانتقالية على الثروات النفطية والغازية في المحافظات المحررة، وتهديد ميليشيات الحوثي لمستقبل الهدنة الهشة. ثلثا السكان مهددون بعدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام، بينما يتصارع أمراء الحرب على الموارد دون تقديم أي مردود إلى المواطنين الذين يطحنهم الجوع منذ 8 سنوات، مما ينذر بكارثة يصعب مواجهتها ويدفع البلد الفقير إلى نقطة حرجة لن ينجو منها أحد. إذن مشاهدينا، للنقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي. أستاذ وحيد، أهلا وسهلا بك. أستاذ وحيد، توقعات أممية بارتفاع عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام، ماذا يعني هذا الرقم القياسي؟ في البداية أود أن أشير أن مفهوم الأمن الغذائي يشير إلى ضرورة توفر الغذاء للأفراد دون نقص. نعم. ويتحقق فعلا عندما لا توجد خشية من جوع أو من تعرض المواطنين لجوع، ويعتبر هذا كمعيار لمنع حدوث نقص الغذاء مستقبلا. فالأمن الغذائي طبعا نوعين، مطلق عندما تكون الدولة قادرة على أن توفر الغذاء وتنتجه محليا، ونسبي عندما تكون قادرة أن توجد ولو جزء بسيط من احتياجات المواطنين. هناك 4 أبعاد للأمن الغذائي. أول بعد هو التوفير، بمعنى أن يكون المواطن موفر له كافة السلع الغذائية. الموضوع الثاني أو البعد الثاني وهو المأمونية، بمعنى أن يكون صحي أو الغذاء يكون صحيا. البعد الثالث وهو إمكانية الحصول عليه أو قدرة الأفراد على الشراء أو الحصول حتى على معونات. البعد الأخير وهو الاستقرار. عندنا في اليمن ربما اختلت كل هذه الأبعاد، وبدرجة أساسية البعد الثالث وهو إمكانية الحصول عليه. قد تتوفر الغذاء، قد ربما تضع الحكومة حلا لموضوع التقرير الأممي. أستاذ وحيد تحدث عن انعدام، يعني الرقم كبير جدا، 19 مليون يمني يعني قد ينعدم عندهم هذا الغذاء، كيف ترى أنت هذا الرقم؟ نعم هناك المؤشرات مخيفة عندما تختل هذه الأبعاد الأربعة. يعني البعد الأول التوفير، هناك اختلال في توفير المواد الغذائية نتيجة الحروب الحادثة التي حدثت الآن في ما بين روسيا وأوكرانيا. أيضا موضوع آخر وهو موضوع يعني صعوبة الجمهورية اليمنية، صعوبة النقل والتأمين إلى الجمهورية اليمنية ومضاعفة تكاليف التأمين. كل هذه الأمور تؤدي إلى اختلال موضوع الأول وهو البعد الأول وهو التوفير. نحن نتكلم عن القدرة التي أنهكت المواطن لا يستطيع حتى وإن توفرت. المواطن نفسه أكثر من 25 مليون يمني فقير، في التقرير الصدق تقول 19 مليون، ربما الرقم أكثر من ذلك، لأن المواطن الذي لا يستطيع أن يعني يحصل على غذائه، معنى ذلك أن أمنه الغذائي منعدم، بمعنى أحد أركان الأساسية أو الأبعاد الأساسية للأمن الغذائي مختل. إذا موضوع الأسعار، موضوع التلخبط، أيضا موضوع الحروب، موضوع المشاكل الداخلية. ما تداعيات انعدام الأمن الغذائي على الأسعار أستاذ وحيد تحديدا، يعني على ثبات الأسعار لانعدام الأمن الغذائي؟ تأثيرات، ما هي هذه التأثيرات؟
بالعكس يعني هي ثبات الاسعار هي المؤثره على الامن الغذائي والعكس يعني يعني الامن الغذائي لا يؤثر على الاسعار بل الاسعار نفسها هي التي تؤثر على الامن الغذائي. نعم. بمعنى عندما تختل الاسواق عندما يكون هناك تذبذبات كبيره في اسعار الصرف مثلا كما هو حصل الان في الجمهوريه اليمنيه هذا بطبيعه الحال يؤثر بشكل جوهري على موضوع الامن الغذائي ويؤثر ايضا على امكانيه الدوله توفير العملات الصعبة للمستوردين من أجل الحصول على يعني دعم الاستيراد. إذا الاختلال الأسعار هي التي تؤثر على الأمن الغذائي وليس العكس. نعم، لم يصل الدعم المعلن من السعودية والإمارات حتى اللحظة أستاذ وحيد، هل يضاف هذا إلى جملة من الأسباب وراء تدهور الأمن الإغذائي مثلا؟ لو كان هناك دعم ثم انقطع سنقول نعم أثر، لكن طالما لم يكن لم يصل قبل أثر الدعم نعم، إذا هو ربما سيحل مشكلة، ربما عدم التسريع به سيواطن من المشكلة، أما أن التأخير أثر على أمر الغذائي أيضا هذه نفس السؤال الأول. أنا أتكلم أنه إذا كان هناك دعم موجود ثم انقطع هذا نقول عليه أنه أثر بدرجة أساسية على الأمر الغذائي، لكن هي أعلنت الإعلان هذا حتى اللحظة لم يأتي، تأخره سيفاقم من المشكلة، ومن هنا يعني أتمنى من الجانب الإماراتي السعودي أن يكون هناك مرونة في التعامل مع الشروط التي وضعناها، إلى جانب أيضا أن تكون الحكومة اليمنية وبنكها المركزي اليمني أن يلبوا على الأقل الحد الأدنى من الشروط التي نأمل نحن كمواطنين أن تذهب أن يذهب الدعم ل 30 مليون يمني وليس لمجموعة من اللصوص. نعم. كيف يسهم إذا ما تحدثنا عن الاضطرابات الجارية في الأرض وخصوصا في المحافظات المحررة، كيف يسهم هذا بارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي في البلاد؟ نحن تحدثنا عن 4 أبعاد للأمن الغذائي وقلنا أن أي اختلال في هذه الأبعاد هي تؤثر على الأبعاد الأمن الغذائي ومن الاضطرابات الداخلية والمشاكل الداخلية والحروب الداخلية والقلاقل الداخلية والأوضاع السياسية هذه كلها مجتمعة تؤثر بدرجة كبيرة على الأمن الغذائي. تفضل. في المقابل ما هي الإجراءات المطلوبة التي يجب مثلا العمل عليها الآن للحد من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة على الحكومة تحديدا مثلا؟ الأول هو التسريع بالدعم في مقابل أيضا إجراء إصلاحات شاملة، هذا مهم جدا، التسريع بالدعم أو نقول أن يكون هناك لدينا فريق قوي يفاوض الإخوة في المملكة العربية السعودية على الحصول في الدعم في أسرع وقت ممكن في مقابل أيضا إجراء إصلاحات والقضاء على الفساد وأيضا الاستقرار السياسي وأيضا تعزيز الواردات و إعادة إنتاج النفط بكميات أكبر وأيضا إعادة إنتاج الغاز وأيضا البحث عن مساعدات ومعونات إنسانية وما شابه ذلك، كل هذه الأمور ربما تعزز من الأمن الغذائي في البلاد. زيادة الإنتاج للغذاء محليا يعني على مستوى المجتمعات المحلية هل سيمثل حلا أم أن هذا الطريق تقف أمامه عقبات كثيرة وخصوصا ما يحدث اليوم على الأرض في اليمن؟ نعم، هو زيادة الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي أو اعتماد البلاد أي بلاد كانت على الإنتاج المحلي بطبيعة الحال سيعزز من مفروض الأمن الغذائي. في بلادنا ربما هناك معوقات كثيرة لقدرة البلاد على أن تكون منتجة. البلاد قبل الحرب أكثر من 90% من استهلاكها يورد من الخارج، ما بالك في فترة الحرب التي تعطلت فيها الاستثمارات تعطلت فيها كثير من المصانع. إذا وجود انتهاء الحرب ووجود بيئة آمنة مستقرة للاستثمار هي ربما ستؤدي إلى خلق بيئة للإنتاج ومن ثم ربما الاكتفاء الذاتي أو حتى الجزئي. أستاذ وحيد، توقعاتك للفترة المقبلة وفق المعطيات القائمة، هل فعلا نحن الآن في خطر خصوصا إذا ما تحدثنا عن التقرير الأممي اللي تحدث عن 19 مليون يمني سينعدم عنه الأمن الغذائي، كيف ترى أنت الأفق اقتصاديا فيما يخص الأمن الغذائي في اليمن؟ أتوقع أن إذا أتت الدعم الخليجي ربما سيحل جزء كبير من المشكلة،
الموضوع الآخر هو الإصلاحات. إذا ما كان هناك جدية من قبل الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في إجراء إصلاحات شاملة، أتوقع أن يكون هناك تخفيف ولو نوعا ما من موضوع انهدام الأمن الغذائي. أيضا موضوع الإصلاحات والشفافية هي ستعطي تطمينا للمجتمع الدولي من أجل أن يضخ يعني مساعدات أكبر ودعما أكبر للجمهورية اليمنية، مما يعزز من موضوع المشروع الأمن الغذائي. أما إذا استمرينا على ما هو عليه الحال حاليا، فأعتقد أنه مزيدا من انعدام الأمن، مزيدا من زيادة خط الفقر، مزيدا من الاختلالات الاقتصادية، مزيدا من يعني اختلال مؤشرات الاقتصادية برمتها. تفضل. هل تتوقع أنت يعني أن يأتي الدعم هذا المعلن؟ سمعنا عن اشتراطات وثم قيل أنه سيأتي وقالت وأعلنت الحكومة عن وصوله وثم لم يصل إلى الآن، برأيك لماذا؟ أعتقد الشروط يعني هي الفيصل. الجانب اليمني حتى اللحظة يتعامل بلا مبالاة مع الشروط التي وضعها الأخوة في المملكة العربية وأشقاء في المملكة العربية والإمارات. هناك من يقول أنها شروط تعجيزية، خصوصا ما يحدث يعني إذا ما يعني تحدثنا عن ما يحدث في اليمن حاليا من حرب، أنها شروط تعجيزية. احنا دائما نقول أن يكون الأخوة في الإمارات والسعودية مرنين في التعامل مع الشروط، في المقابل أن يكون اليمنيين جادين أيضا في يعني البدء بالحد الأدنى من الإصلاحات. هناك بعض الأمور لا تحتاج منا سوى إرادة، هناك بعض الأمور لا تحتاج منا سوى قرار. أنا يمكن أتخذ قرار غدا وأمنع أكثر من 10 مليون دولار شهريا تذهب إلى وكلاء ربما وظيفتهم التغريدات في فيسبوك وتويتر. شكرا جزيلا. تفضل عزيزي. شكرا جزيلا. نحن الآن في زمن الميليشيات ولم تعد الحكومة هي المتصدرة للمشهد سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، وهذا ما يزيد الطين بلة. أشكرك الشكر الجزيل، أشكر ضيفي الباحث المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم موصول لمشاهدينا على طيب المتابعة، على أمل أن ألقاكم في حلقات قادمة من اقتصاد الناس. دمتم بألف خير، في أمان الله.